بس معانا دلوقتي على تليفون مشاهدينا الكرام سياده اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات الرئاسيه. برحب بحضرتك سياده اللواء. سياده اللواء رفعت قمصان معانا. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يا استاذ نادي اهلا بحضرتك وبالساده الضيوف الكرام. يا اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك. يعني النهارده الحقيقه احنا شايفين كده ترانيم بتعزف، يعني احنا سامعين كلنا وملاحظين ان في انشوده للوطن احنا كلنا مشتركين فيها. فانا عايزه برضو اعرف من حضرتك يا فندم يعني كرؤيه شخصيه، حضرتك شايف الانتخابات النهارده عامله ازاي وعمليه تصويت المصريين ووقوفهم امام اللجان، يعني شفتوا ازاي النهارده يا فندم؟ هو الاستحقاقات الانتخابيه الاخيره استفتاء 2014 يناير 14 وانتخابات اليوم صورة مشرقة في التاريخ المصري بتجسد إرادة الشعب اللي مصر على التعبير عنها بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة. حضراتكم شفتوا عبر كاميراتكم وشاشاتكم صباح الباكر تدفق المواطنين رغم ظروف الحرارة الشديدة ورغم أن اليوم طيبين 27 رجب. نعم. وفي قطاع عريض النهارده صايم. نعم. برغم ذلك تحمل هذه المشقه وتواجد في طوابير طويله، وايضا يمكن بعد فتره ايلوله وانخفاض درجه الحراره بدات تزايد حاليا. وفي اقبال كثيف كان للاستمرار في هذه العمليه. كل هذا يدل على اصرار الشعب المصري عن ارادته الحره الصادقه ورغبته في رسم خريطه في المستقبل بشكل ان شاء الله يتناسب مع قدره وتاريخه وتاريخ مصر باذن الله. سياده اللواء رفعت قمصان وحضرتك طبعا مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات الرئاسيه، اكيد من صميم عملكم ان انتوا تعرفوا في صعوبات في حاجات معينه سلبيه، هل يعني مثلا في ناس بتتعمد انها تفسد هذا الجو الانتخابي، ده عايز اسمعه من حضرتك يا فندم، تم رصد اي شيء من هذا القبيل؟ شوف حضرتك، هو العمليه الانتخابيه دايما بتحيط بها مجموعه من العوامل المؤثره. قد يكون بعضها جسيم وتعتبر خروقات شديده للغايه تخل بسلامه العمليه الانتخابيه واتمامها على الوجه الاكمل. الحمد لله مثل هذه الامر لم يحدث تماما وما تمش اي نوع من هذه الخروقات الجسيمه للغايه يعني. ما يحدث على الجانب الاخر بعض المشاكل الاداريه البسيطه نتيجه التزاحم، نتيجه تباطؤ بعض اللجان، بعض التجاوزات الغير مؤثره، كل هذه الامور الاجهزه المعنيه سواء كانت اجهزه امنيه او اداريه او قضائيه او لجنه الانتخابات الرئاسيه بتتعامل معها بقدر من التفاهم والمرونه الشديده مع الحرص على تطبيق القانون وبتعالجها بالطريقه اللي تحقق الهدف المرجو من تيسير مهمه الناخبين على الاجلاء باصواتهم. نعم. طب احنا يعني في شويه اسئله كده ممكن ان احنا برضو نتثبت منها سياده اللواء. النهارده هيتم مد الفتره ولا لا مد فتره التصويت؟ هو المفروض انها تغلق الساعه كام؟ يعني ابواب لجان الاقتراع هتغلق الساعه كام؟ وهيتم مد النهارده عدد ساعات استقبال المصوتين ولا لا؟ وكمان هل هيتم اضافه يوم ثالث لعمليه التصويت ولا لا يا فندم؟ هو وفقا للقانون الموعد في اليوم الاول هو الساعه 9 مساء. وفي اليوم الثاني الساعه 9 مساء. نعم. الا اذا تواجد في قاعه الانتخاب او في جمعيه الانتخاب عدد من الناخبين بيتم حصرهم وتمكينهم من الادلاء باصواتهم يعني. بالنسبه طبعا اللجنه العليا للانتخابات بتتابع ايضا ولديها وسائل متابعه. نعم. من خلال فروعها بالمحافظات واللجان العامه. ومؤكد انها تتخذ القرار المناسب بما يخدم الساده المواطنين ويؤثر مهمتهم. لكن اكيد في تنسيق يا فندم ما بين مجلس الوزراء واللجنه العليا للانتخابات، يعني لو في اي حاجه ممكن يكون يعني طبعاً. نعم. هو في مركز في مجلس الوزراء في غرفه عمليات مركزيه ممثل فيها كل اجهزه الدوله والوزارات المعنيه وبتتابع كل التفاصيل في كل مكان وبتخطر كل جهه بما يخصها. وبتخطر ايضا لجنه الانتخابات الرئاسيه بما ياتي اليها من ملاحظات ومن مطالب ومن مظاهر متابعه، فكل هذا بيصب لدى لجنه الانتخابات الرئاسيه ومن المؤكد انها تتخذ القرار المناسب
في الوقت المناسب. سيادة اللواء رفعت قمصان، إلى الآن مفيش ملاحظات يعني تستدعي كده الانتباه وصلت لهذه الغرفة ولا لأ؟ لا خالص إطلاقا، يعني الأمور كلها، يعني حضرتك ما تنسيش إن إحنا بننظم انتخابات تضم 54 مليون ناخب، وده عدد يزيد على مجموع الناخبين في كل دول المنطقة العربية، نعم، يمكن الدول المحيطة بينا أيضا. فوجود مثل هذه المشاكل، يمكن تعدد المنابر الإعلامية وتعدد كاميرات الإعلام وكثافة المتابعة قد يعني يبدو للبعض أن ده حجم كبير من الخروقات أو المشاكل، ولكن لا، في الحقيقة طبعا هو حجم قليل جدا جدا وأقل من المعدلات العالمية بمثل هذه الأجواء التنافسية، ومطمئن للغاية ولا يمثل أي إزعاج، نعم، لأن الشعب المصري أصبح لديه من الوعي وعارف دلوقتي يعني يقف. يعني حضرتك يمكن كلنا نلاحظ ان ده الطابور الوحيد اللي بيقف فيه المواطن المصري، المواطن المصري ما بيقفش الطابور في اي مكان، الطابور الوحيد اللي الكبير والصغير والست والراجل بينتظم فيه وما بيبديش اي اعتراض ولا يعمل اي مشاكل هو طابور الانتخابات، بل بالعكس بيبقى سعيد. نعم بالظبط. بشكرك شكرا جزيلا سيادة اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات الرئاسية، شكرا يا فندم لحضرتك، ويا رب يعني هذا السلوك أو هذا المشهد اللي بنشوفه من خلال هذا السباق الرئاسي أو السباق الانتخابي إن إحنا نتعلم ثقافة الطابور، إزاي إن إحنا نبقى واقفين في الطابور بتاعنا كل واحد محتفظ بدوره، ما هواش ما عندوش أي اعتراض، ما عندوش أي نية للتجاوز. نتمنى إن شاء الله إن إحنا نشهد يعني هذا الـ يعني هذا الخلق ان هو يعمم في مصر كلها ان شاء الله.